بعد إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة التأهب والتوعية المثلى ضد فيروس كورونا داخل مؤسسات الدولة، هنا بمصرف الجمهورية فرع المغاربة، عدسة بانوراما رصدت كل ما هو مستجد في التعاملات الإدارية بين الموظفين والزبائن الرواد داخل المصرف. احنا كمصرف اتخذنا الإجراءات بالتعاون مع الإدارة العامة وإدارة الفروع والإدارات ذات العلاقة، حاولنا نقلص بعض الموظفين أو تخريج البعض في إجازات من له أرصدة ومن يرغب في إجازة. كذلك قمنا بجهود في سبيل تطوير أو مضاعفة التطهير والتنظيفات اليومية. كذلك استغنينا على المقهى، على المطعم، على الأكلات اللي ربما يحتاجها بعض الموظفين من الخارج. تغييرات من أجل الوقاية وتطبيق شروط التوعية حسب إعلان جهات الاختصاص، فيما لا يتعارض مع تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل إجراء معاملاتهم وسط ظروف صعبة لتوفير مناخ صحي ملائم لهم. طبعا وفرنا الموظفين يعني قفازات ومطهرات، وبالنسبة للزبائن طبعا درنا السحب يوم الأحد ويوم الاثنين، وعدرنا شغلنا الماكينات عندنا، طبعا نحن عرب ماكينات، تم تشغيل ثلاثة والرابعة إن شاء الله هتدخل نهاية أسبوع للتشغيل، كله تخفيض من عدم الاختلاط، يعني مش إن الناس تبدأ يعني يسحب الماكينة ويطلع يعني أقل شيء. رغم معاناة العالم أجمع، إلا أن ليبيا ما زالت من الدول المتصدرة بعدم تسجيل أي حالة بفضل الله ورعايته، في الوقت الذي يتوجب على المواطن تطبيق كافة الالتزامات بحذافيرها تجنبا لأي خطر. وسام الزواغي لقناة ليبيا بانوراما، طرابلس.